السلام عليكم. هادو خبيزات غنديرو من العشاء. دونك كان عندي الخبز، ها هو يا. دونك حيدت له الشابو الفوقاني وحيدت له البابا، خويتو خليتو كومين بواط. دابا غنشد كل وحده غنهرس فيها بيضه، غندير لها الملح والبصل، وغندير لها الفرماج غابي، غندير لها شويه المعدنوس على حسب داكشي اللي تيبغيو لكم ولادكم. كانت عندكم شويه مطيشة قطعوها حتى هي وديروها، اللي تيبغي لكم البصله ديروا ليهم البصله. المهم انا غندير غير البيض والملح والبصل والفرماج، وغادي نخشيهم في الفران يطيبوا. دونك غنوريهم لكم من بعد ما يطيبوا. هذه سي تري رابيد. الخبيزات ملي تكونوا دايرينهم وبقاو لكم ما تكالوش كلهم. دونك هذه فكره للعشاء، ديروها لهم مع اون سوب ولا هذا سميتو، راه تيجي رائعه. هانتوما شفتوا راني هرست البيضه، دابا غنزيد عليها الملح والبزار ونزيد على الفخوماج ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. كما من بعد ما عمرناهم، دونك نتوما زيدوا فيهم لا سيبولات، زيدوا المعدنوس، زيدوا اللي عجبكم، شويه الشاركوتري كفي حتى الا كاينه طيبه وشاطت لكم ديروها فيهم، وخشيوهم في الفران يتكراتينا ويتحمروا. الحمد لله، وقدموهم مع الكوتي ولا في العشاء، تيجيو رائعين. وهذوك الخبيزات ما تضيعوش. دونك نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يطيبوا.